اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء من قناه الموسيقيه الفضائيه، حلقه جديده من برنامجكم برنامج موعد مع الابداع. اكيد اليوم ضيفنا احد المبدعين العراقيين المميزين في مجال الغناء، اكيد له باع طويل في الاغنيه العراقيه وفي الاغنيه البغداديه خاصه، وله مشاركات عديده في مهرجانات داخل وخارج العراق، له بصمه كبيره، وهو الفنان الكبير المتألق والمميز والمحبوب الأستاذ مجدي حسين. أهلا وسهلا بك أستاذ مجدي. أهلا وسهلا بك أستاذ. إحنا أكيد سعداء اليوم قناة الموصلية أن نلتقي بك. أسعد أني. وشعورك اليوم قناة الموصلية؟ والله شعوري ما طول دا أغني للموصل، فأني اعتيادي يعني الفرحة مالية قلبي. أوكي أستاذ مجدي، أكيد إحنا جمهور الموصل وأيضا جمهور كل محافظاتنا العراقية يريدون يتعرفون على مجدي حسين. مجدي حسين أكيد إلى باع طويل في مجال الأغنية العراقية. خلينا نبدأ مجدي حسين، يعني كيف كان دخولك إلى الغناء؟ كيف كان دخولك؟ والله دخولي من خلال المناطق الشعبية، منطقتي الشعبية. يا منطقة كنت أنا في شارع الكفاح، منطقة أبو السيفين اللي أتشرف بها، منطقتي القديمة، يعني منطقة بغدادية وتراث يعني بغدادي. من خلال هاي المنطقة كنا نغني في المناطق، في المحلات والمناطق. وانت بيا عمر؟ بعمري 15 سنة بال 14 سنة، يعني بداية المتوسطة. ما كان عندك مشاركات قبل يعني مصر المتوسطة؟ بديت أنا من منطقتي الشعبية كنت أغني يعني بالمناسبات بالأعراس، بعدين دخلت إلى برنامج ركن الهواة اللي ركن الهواة كان الله يرحمه المرحوم كمال عاكف. كان بوقتها شاركت بأغنية صوت السهارة. صوت السهارة؟ أنت عمرك إيش قد غنيت صوت السهارة؟ والله عمري تقريبا 13 سنة 12 سنة. صوت السهارة؟ نعم. نسمع مقطع منه؟ إن شاء الله. يلا. صوت السهارة يوم مروا علي عصرية العيد، أبطأ ركابه وراح يسأل علي عصرية العيد. ساعة ما شفت أنا كل أمل ألقاه، أقضيت ليلي بهنا أصبحت أعد خطاه. ساعة ما شفته أنا بالي انشغل وياه، أقضيت ليلي بهنا وأصبحت أعد خطاه. يلي بقيت بعيد اليوم ذا يوم عيد، يلي بقيت بعيد اليوم ذا يوم عيد، عيدك وعيدي أنا، عيدك وعيدي أنا. على صوتك صديقي العزيز مجدي حسين، على صوت أغنية السهارة عوض دوخي. مو نعم عوض دوخي. بعد ما غنيت صوت السهارة وانت عمرك 12 سنة كنت؟ والله هو طبعا رغبة من عندي. عمرك ايش قد قدمت؟ كان تقريبا 12 سنة. 12 سنة وانت إيه؟ دخلت الإذاعة والتلفزيون وكمال عاكف وايضا لجنة. طبعا كانت لجنة هي من كانوا من اللجنة، طبعا جميل جرجيس، اسماء عديده يعني، اسماء عديده، كمال عاكف كان بوقتها، الاستاذ المرحوم عادل هاشمي كان، يعني روح الخماش، كانوا فنانين يعني. من وصلك لهالاختيب لهاي اللجنه؟ شلون وصلت؟ والله اني يعني اني كنت يعني دؤوب، كنت احب الفن واحب الغناء يعني عن طريق الاذاعه، من خلال عن طريق اصدقاء. اي كانت تطلع اعلانات بالتلفزيون، اللي يحب يشارك بهكذا برنامج يبعث اسمه للاستعلامات الاذاعه، من يظهر اسمه يروح يظهر اسمك على التلفزيون، من يظهر اسمه على الشاشه يعني يطلع اسمه، تحصل الموافقه انه يجي اختبر. هاي طبعا هاي بعد الاختبار، نروح اختبار، يدعونا للاختبار، وإذا نجحنا بالاختبار تطلع الأسماء. بعد ما اختبرت وغنيت صوت السهارة، شو كان
نتيجة اللجنة؟ ما كنت اللجنة كانت يعني فرحانة لأنه أنا كان أدائي متميز. نعم. تعرف طفل وبذاك الوقت يعني صوت السهارة وغنية تاني دايركت حجوا يعني بلا تسجيل. أوكي. يعني على المباشر. أوكي. تغني يعني نجحت بالاختبار؟ طبعا نجحت. نعم. وبعد ما جيت المنطقة شافوني انبهروا بي طبعا. ذاك الوقت كان اللي يظهر على الشاشة يشتهر يصير يعني محط إعجاب يعني. صح. إيه. نعم. اكيد انك ايضا منطقتك واصدقائك وناسك في المنطقه يعني يوقفوا بجانبك وشجعوك. منطقتي منطقه شعبيه ومنطقه تحب الفن يعني شجعوك؟ قصدي شجعوني طبعا. انا كانوا عندي زملاء ايضا فنانين في منطقتي يعني كان لهم باع. من اصدقائك يعني على مستوى شعبي كان عندنا مثلا حسين نوشه اللي كان يغني مثل سعدي الحلي يعني تسمع سعدي وتسمع حسين نوشه ماكو فرق. نفس ماكو فرق. نعم. كان عندنا ايضا فنانين جودة المالكي كان عندنا صالح علي كان هذا صالح علي يغني هندي يعني مختص بالاغاني. نعم. بوقت شامي كابور تذكرت كان شامي كابور آجة كانت تطلع افلام. غنيت اغاني هنديه؟ لا ما غنيت ابد. ما غنيت. كان عندنا هذا الولد صالح شامي كابور يصيحوا له. نعم. قاموا يلقبوه صالح شامي كابور من بيت ابو الكبه اهله يبيعون كبه بمنطقتنا. وعندنا ايضا كان حسين عبد الامير زميلي اللي هسه هو اوجه له تحيه واوجه تحيه لزملائي اللي ذكرتهم كلهم ان شاء الله عسى ان يكونوا بخير. اوكي. بعد ما غنيت استمريت بالغناء وتوقفت؟ والله انا يعني ما كنت ماخذها فد يعني ماخذها فد شيء هوايه غنيت وسحبت نفسي وكانت الرياضه كره القدم كانت في راسخه في دماغي يعني ذاك الوقت كنت امارس كره القدم وكانت الرياضه الحيز الكبير ماخذه الحيز الكبير يعني من وقتي. نعم. فما كنت مهتم لل نعم. يعني توقفت بالغناء توقفت الحين. كيف توقفت؟ مو توقفت يعني بالغناء يعني اغني منطقتي الشعبيه بس ما انا اتواصلت بالاذاعه ما متواصل. اوكي. وعندنا موضوع ايضا وياك يعني حسب معلومات انت ايضا سافرت الى استراليا سيدني يمكن استراليا سبع سنوات. سافرت يعني تقريبا بقيت تقريبا ست سنوات يعني تقريبا بحدود ال 78 طلعت سافرت. ايش قد بقيت؟ كنت انا كنت رياضي في مسلك الشرطه وحبيت. نعم. انه يعني كان ذاك الوقت لا استقاله لا استقاله اكو ولا اكو انه تقدر تطلع من شغلتك وكانت يعني انت كنت تلعب بالرياضه في كنت العب كره قدم فمن رحت لاستراليا في نادي في مدرسه تدريب الشرطه كانت بوقتها مدارس الشرطه. شنو تلعب؟ والله كنت العب شبه يمين. هم يعني فزتوا يعني مثلا طبعا كنا احنا بذاك الوقت الدرجه الثانيه نلعب ايضا لاعبين اشتروا وياك؟ نعم لاعبين هوايه كان وياي من اللاعبين كان فانوس الاسدي. نعم. وكان وياي جيلبرت سامي وكان وياي محمد علي قنبر الله يرحمه وكان هذول كان لاعبين وياك كرة قدم كاسب شند كاسب فهد كذا وتغني لهم؟ والله ذاك الوقت يعني قلت لك يعني انا مطرب يعني اغني اغني الفرقه المتفوزون بالاستراحه إيه؟ بالسياره من نجي من التمرين من نجي إيه؟ من اغني لهم يعني كنت اغني شو تغني لهم؟ والله اغني الاغاني اللي بوقتها كانت بوقتها الاغاني الشائعه اغاني يعني مثلا اغاني مثلا يحيى حمدي رضا علي كانت يعني اغاني نسمع مقطع طبعا شو نسمع عيني سلم لي على البنية عيني قولها لها وش عامل بي قولها باقي على الوعد قولها ما خان العهد قولها باقي على الوعد قولها ما خان العهد آه يا طير من عندي دي ودي وصية آه يا طير من عندي دي ودي وصية على صوتك أستاذ عزيز أستاذ مجدي على صوتك جميل أستاذ مجدي أنت بعد ما سافرت إلى بلغاريا شو كان سفرتك شو كان أنت بعيد عن بيتك بعيد عن منطقتك على اساس اتغرب انه يعني طموح كل شاب كان طموح كل شاب انه يعني يطلع عن
يغير جو. كان طموحك تسافر وتحقق طموحك. كنا نشاهد افلام بالتلفزيون ونشوف الافلام. ايش قد لما وصلت الى استراليا؟ كم يوم؟ والله يعني مو كم يوم. انا طلعت من انا اكولت كان صديقي بمنطقه باب الشرجي اسمه استاذ عزيز. هو هنا هو ساعدك؟ اي هو عنده شقيقاته من زوجات رجال اعمال هناك باستراليا. يعني هو فتح لك هو الباب. فتح لي المجال وخطيه اخذني يعني اخذني على حسابه سافر حلو. وقلت له انا هيك اريد اطلع وانا هنا ضايف. هو كان يعتز بي وكان صديقي يعني كانت اموري الزايده والناقصه يمه. يعني صديقي كان محب. سافرت ايش قدمت انا؟ غنيت؟ والله ما غنيت. رحت عند اقاربهم عندهم محلات مال نجاره مال موبيل اشتغلت فتره وبعدين تعلمت؟ لا والله ما تعلمت. اشتغلت وياهم يعني شيء بسيط اشغال بسيطه بس مجرد سد الرمق يعني. اوكي. وغنيت؟ ما غنيت هناك ما غنيت بس هناك مارست الرياضه مارست الملاكمه. ملاكمه. انتقلت الى نادي ها باستراليا؟ الى نادي. شاركت بطولات وياهم؟ والله لعبت بطولات انديه. بطولات انديه لعبت يعني الجاليات العربيه يعني تعرف من لبنان من مصر. لا ما تجنست. كنت انا اعتز يعني ولحد الان اعتز ببلدي فما صح. كنت اريد اتجنس الى اي جنسيه. وانت هناك في استراليا من تسمع اغنيه عراقيه ابكي؟ شنو شي اغنيه شو تسمعها؟ والله اسمع هناك اغاني عفيفه اسكندر اغاني زهور حسين. من اسمع الدشت مال زهور حسين طبعا اقوم ابكي اشتاق لاهلي ان شاء الله. نسمع ان شاء الله. هجر الحبيب هجر الحبيب ولج في نجراني وجنى علي وقال أنت الجاني فإن كذبوني فشهودي خمسة وشهود كل قضية اثنان خفقان قلبي واضطراب جوارحي ونحول جسمي وانعقاد لساني والدمع خامس شاهد أذرفته ليلة الهجران حلو ويا حلو شقد حلو والله عيون سود يحلى الكحول للترف لو خلى حلو أسمر بدمه معجون ويا حلو وما صار مثله بالكون كلش حلو وأسمر بدمه معجون ويا حلو وما صار مثله بالكون كلش حلو آه واني بجماله مفتون واني بجماله مفتون هذا الولد لمن فات للقلب سلة عيون سود يحلى الكحول للترف لو خلى حلو اكيد على صوتك. وايضا استاذ مجدي انت كلك حلاوه وطيب وتواضع واخلاق. الله يخليك من ذوقك هذا. الله يخليك استاذ مجدي. ايضا يعني حسب معلومات انت ايضا كان شاركت بمهرجانات هواي يعني مع فرقه المقام العراقي. شاركت في مشاركت بالغاريه صوفيا يمكن وجزائر
حكينا عن هاي المهرجانات والله في 2008 سافرنا الى بلغاريا، كان عندنا مهرجان، يعني مهرجان فيليكو تورنوفا، المنطقة التراثية اللي كل سنة تسوي مهرجان يعني تراثي، وشاركنا حفلتين يعني بهاي المنطقة بهاي المدينة، وبصوفيا أيضا حفلة كان بصحبتنا الأستاذ حسن شكرتشي. كانت مقام عراقي؟ والله إحنا رحنا كفرقة، فرقة النهرين التراثية. فرقة النهرين كانت عندنا فرقة النهرين التراثية. حسن شكرتشي؟ ما كان يرأس، إحنا الفرقة هاي كوناها أني و أستاذ حامد السعدي، وكانت فرقة معانا ضياء مندلاوي وصباح عبد الحسين، ويعني شو كان إقبال الجمهور أو مثلاً مغنيتوا أغاني عراقية؟ والله إحنا اشتركنا ضمن 40 فرقة من شتى بلدان العالم، الفرق كلها كانت اللي مشاركة معانا يعني فرق راقصة وفلكلور رقصة يعني فعاليات رقص، اما بس احنا فرقتنا بس احنا يعني غناء كنا مشتركين. غنيت؟ والله غنينا تراثنا طبعا، استاذ حامد السعدي كان يغني المقام، وانت هو اللي لون المقام، واني كنت اغني الاغاني البغداديه مثلا، يعني هاي الاغاني الشائعه مالتنا، الاغاني البغداديه الشائعه، اغاني رضا علي، اغاني عفيف اسكندر، اغاني نعم. استاذ مجد احنا راح ناخذ استراحه وياك، ايضا فاصل، خلينا ناخذ فاصل نتواصل وياك اكيد بعد اللقاء الجميل. مشاهدينا الاعزاء بتواصل وياكم لكن بعد الفاصل مع الفنان المطرب مجد حسين. تعاتبني بذنب انت فاعل، وانت آلفت بين الشاكي والمين، فالشاة تعلم أن الذئب يأكلها، فالشاة تعلم أن الذئب يأكلها، ويعلم الشاة لحم ويعلم الذئب لحم الشاة من طيب. يا حبيبي مشاهدينا الاعزاء متواصلين وياكم من خلال برنامجكم موعد مع الابداع وضيفنا الفنان المحبوب المطرب العراقي مجد حسين. استاذ مجدي تحدثت عن مهرجان، قلت احنا رحنا بلغاريا جزائر، و حكينا عن الجزائر. انت الجزائر ما حكينا بعدنا. المهم نحكي عن الجزائر عاصمة الثقافة العربية، يمكن كان في مدينة بتلمسان. نعم كان يعني مهرجان مع بيت المقام العراقي، اسبوع الثقافي. هاي اول مره تسافر الجزائر؟ بتلمسان اول مره تروح؟ هاي الجزائر الجزائري طبعا اول مره. اول مره رحنا وغنيت، ايضا هم غنيت اغاني بغداديه، هم يعني غنينا، هم يعني رحت مع فرقه بيت المقام العراقي، كنا نغني زناجيل تراثيه. كان مرافقني بالغناء الاخ الاستاذ نمير ناظم. ناظم الغزالي، كنا نغني ونغني اغاني حسن خيوك والقبنشي، ويعني تعرف انت شالغي بغدادي فرقه المقام العراقي، شو تغني اكو غير الغناء غناء المقام والغناء البغدادي وايضا موضوع مهم جدا الجمهور، ايضا جمهور يسمعوه، وايضا عندهم معلومه. انت يمكن كثره الزيارات الجزائر، يمكن حتى زوجت، يمكن نعم جزائرية. نعم تزوجت. كيف القصه بينك وبين والله من خلال الزواج مالتي صارت، لا والله مو هي من اول سفره، اول سفره 2011. نعم انا قبلها كنت مسافر للجزائر، يعني قبل هاي السفره بال 2011 انا مسافر بال 99 ايضا رحت للجزائر ملاكم، كملاكم يعني، بس السفره الثانيه رحت كفنان يعني مع بيت المقام العراقي، ومرافقة إحدى الصحفيات اللي معانا الإعلامية الست كهينة، هي وزميلتها، هي وأختها دليلة، كانوا مرافقين الوفد مالتنا، فإحنا استحبينا لهم بنات حبابات، ويعني ويحملون أخلاق راقية جدا يعني هم، وخاصة هاي العائلة، عائلة
الشاوية الجزائرية يعني مثل عشائرنا اي بالجزائر نفس المحافظة اي منطقة بوفاريك شوية تبعد حدود 50 كيلو عن العاصمة. يعني صدفة صارت علاقتكم؟ العلاقة صارت من خلال لقائنا احنا يعني مرافقين هم اثنيناتهم مع الوفد الى تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية كانت بوقتها المهرجان، فمرافقين ويانا مرافقين كانوا وصارت يعني علاقه طيبه علاقه نفس الوقت شريفة. طلبت زواج منهم والله بنفس الوقت بعد ما دعيت اهلها جوي للاحتفال للحفله اللي اقمناها بتلمسان وجوي للحفله اللي اقمناها بالجزائر. طبعا بعد ما هي تكلمت عني طبعا اكيد من خلال كلامها ومدحها الي فصارت الرغبه عند اهلها ان يشاهدوني شلون اغني، فمن جوي تعرفت عليهم تعرفت على شقيقتها يعني. يعني بعد ايش صار الزواج؟ والله ورا 6 شهور ورا ما اجيت للعراق. طبعا انا قبل ما اسافر بيوم طلبت منها نفسها هي كهينه كانت طلبت منها ان ترافقني للتبضع، كان اخير يوم نريد نرجع احنا من الجزائر الى العراق، فطلبت من عندها ان ترافقني ان نتبضع، كان يوم جمعه اتذكر. فبقينا نتبضع من الصبح من الساعه 10 الصبح الى الساعه 3 العصر. الجزائر حلوه جميله، ناسها طيبين، ناس بسطاء طيبين، يعني طبيعتهم مثل طبيعة الشعب العراقي، يعني شلون احنا تلقينا يعني اعصاب وناس يعني الشهامة الطيبة عندهم. العراقي من يدخل الى السوق عندهم يعني يعرفوه عراقي، يسامحوه يعني صح. بالاسعار بالامور بالهذا، فصارت الحمد لله العلاقة انه دا ودعها شفتها تأثرت واني هم تأثرت بوداعها، فعاهدتها قلت لها أنا ما مرتبط وما متزوج، فإن شاء الله إن شاء الله أنا راح أتواصل وياك. طبعا للضحك نسويها للمجاملة، بس شفتها قامت تبكي وهذا، فظلت راسخة بمخي هاي اللحظة، فظل التواصل والمخابرات إلى أن صارت القسمة. صارت القسمة إن شاء الله. رحنا رحت السورية وخابرت أهلها، جتي هي من الجزائر. أي جتي ما شاء الله من الجزائر السورية، وأنا رحت من العراق السورية بعد ما اتصلت بأهلها وحصلت الموافقة، وهاي بعد عناء يعني. طبعا أكيد عانت. منو غنى بحفلتكم؟ والله حفل ما سوينا لأن زوجنا بسوريا. ما غنيت أنت؟ ما وين أغني؟ حفل زواجك أوكي. يعني بعد بس يمكن عانيت معاناة من جبهة البغداد العراق. طبعا المعاناة لأن هي أنا كان أقدر أنا كان يعني بنيتي إنه نجي للعراق ونتزوج بالعراق، بس ما كانت تقدر تدخل معي إذا صح. مو زوجتي لازم صح. هي تكون زوجتي يلا تدخل يعني معي. عانيت معاناة. المهم معاناة طبعا ومعاملات ووزارة الخارجية والسفارة العراقية والسفارة السورية والسفارة الجزائرية، يعني بحدود 20 يوم احنا نعاني ونركض صح الحمد لله والشكر. واكيد يعني تعلمت اغاني جزائريه. والله تعلمت اغاني جزائريه، رحت السفره الثانيه للجزائر وسجلت اغنيه وطنيه للجزائر. طبعا حلوه صوتي، سجلت اغنيه موجوده للجزائر، الحان ابراهيم السيد وكلمات منجد الكناني. غنيت اغاني جزائريه انت بجزائر، شو كان تفاعل الجمهور؟ أو والله جمهور الجزائري جمهور ذواق. جمهور ذواق وجمهور يعني يحب الفن ويحب الأصالة، وكان يعني يتلقون الأغاني العراقية برحاب الصدر، وكانوا يحبون المطربين العراقيين وخصوصا ناظم الغزالي. ناظم الغزالي كاظم الساهر يحبون أغانيهم. وإذا نحكينا عن مهرجان دمياط في مصر، مهرجان المسرح العربي يمكن؟ والله هذا مهرجان دمياط هاي الدعوة الثانية طبعا اللي توجهت لي قبل بال 2015 شهر 11 على أساس أسافر، فتوجهت لنا الدعوة وإلي والست أمل خضير، وأيضا طلبت أنه يكون معي لأن ما رادوا فرقة، رادوا وحدنا نروح يعني بلا فرقة، فطلبت انه يجي وياي احد العازفين لانه يعرف شغلنا، فاني اختاريت ان يكون معي الاستاذ علي عبد الشهيد عازف الكمان، وعلى اساس نسافر وكملنا كل شيء الى بعدين تأجل المهرجان. بس انا قبلها تقريبا بال 2003 شاركت بهاي بمصر مهرجان دمياط الدولي للمسرح العربي. غنيت
والله غنية تهمي يعني أغاني قديمة ناظم الغزالي و أماكو فنانين كانوا ناظم الغزالي ومطربين معروفين مشاركين كانوا كانت بقيت أذكر أصالة نصري نصري و عاصي الحلاني كانوا ومن الجزائر وأنا حسب معلومات أيضا أنت ظليت مصر يمكن فترة مصر ست شهور أنا ظليت تقريبا ست شهور أغني بمطاعم مصر محلات مصر يعني أنت عراقي تغني هم كان أكو يسمعون أغاني عراقية كان أكو إقبالي طبعا شنو أنا عايش المنطقة الدولة اللي أروح بها أغني يعني هسه مثلا حافظ لي يعني فد 200 أكثر من 200 أغنية مصرية تراث المصري تقريبا كله محمد عبد المطلب مثلا كارم محمود الله. عبد الغني السيد احسن اغاني كارم محمود يلا كارم محمود شو اسمع كيفك شي عجبك النبي او انت شو تحب على شط بحر الهوى على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا رسيت مراكبنا بحر الغرام ميته احلى من السكر واللي الهوى غيته لو ذا راح يسكر واللي يشوف حينا يدعي ويتمنى يفرح ويسعد زينا بأحباب ويتغنى والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا رسيت مراكبنا على صوتك استاذ مجدي هسه تقول انت قلت اخر شيء رسيت مراكبنا مراكب هسه مركبك وين مركبك وين انت هسه مركبي رسه بالعراق بالعراق العراق الحبيب وان شاء الله يكف عنا هاي الغمه وهاي ان شاء الله شعبنا يرتاح ان شاء الله الموصل ترجع لها ان شاء الله ذكرت اسم الموصل احنا نريد نسالك انت ذكرت اسم الموصل ام الربيعين ذكرياتك بالموصل والله ذكرياتي هوايه بالموصل نعم اتذكر بالموصل عند ما كنت يعني احكي لك يعني الفتره اللاحقه لو اللي قبلها لا القديمه الفتره القديمه اللي قبلها انا كنت اشتغل بالاوبراوي كنت اغني وليت حدود السنه اغني يعني نينا اوبراوي تغني نينا اوبراوي حلو فندق نينا اوبراوي غنيت بيه ايش عجب العداني ما بذاك ما اعرف ماش تعرفه يجوز يعني ابي سنه يجوز كنت احلى من هسه ايه؟ هسه تعبان ابي سنه يعني بال 96 95 يجي 94 وحدك من بغداد الفتره وحدك وياك مطرب عراقي والله كان على طول يغني بالمطعم هذا بين فتره وفتره سعد البياتي الله يرحمه الى ان صار يعني هو جاء من موصل من بغداد عن طريق التكريت توفى بتلول الباج نعم صح بتلول الباج اجى كنت وياه؟ لا والله بس انا كنت بالموصل عند ما توفى بالعيد لان صارت يعني صار على اساس ديجي يعني كنت موجود كان بالعيد اتذكر يعني. اتصلوا بي يغني بالاوبراوي على اساس كانوا اختلاف على المبلغ اللي طلبه بعدين دعوه اجى خطيه بالطريق وتوفى من غنيت انت تغني بالموصل شلون كان جمهور الموصل شلون يسمعوا منك جمهور الموصل ذواق نعم كنت اغني المواويل يحبون المواويل الليالي الدارميات الزهريات اللي اغنيها الاغاني الان لوني البغدادي قدود الحلبيه كنت اغني اوكي هناك القدود الحلبيه كانوا يحبوها يعني اوكي هسه راح اسمعك موال واغنيه مصلاويه اسمع منك انت تسمعني الموال انت اي موال واغنيه مصلايه بعيني موسيقى
صوتك استاذ مجدي الغالي غنيت اغنيه مستويه اكيد هم وداد الموصل حبيبه الموصل واهل الموصل وان شاء الله يتحرر الموصل ونشوفك بالموصل سواعد جيشنا الباسل ان شاء الله وحشنا الشعبي قواتنا الحلوه ان شاء الله البيشمركه والجيش العراقي والعشائر والحج الشعبي ان شاء الله اكيد ترجع الموصل استاذ مجدي بعد ما يتحرر الموصل تغني بالموصل والله انا حالف 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 اغني بالموصل اربع ساعات ما حلو أربع ساعات يعني معروف ببشر بغداد أربع ساعات أمل للموسيقيين موسيقيين أكثر ما يطلعون وياي يقول لي أنت تشلب عندك خلق مثلا عندك كوهس الحمد لله وشكر الله نعطينا يعني صحة ونعطينا حفظ نعم. الحمد لله وشكر شنو قصتك مع بلبلة العراق أمل خضير شنو قصتك وياها دائما من التقوية أمل خضير لأن حتى اللقاء كان في الحلقات الماضية أيضا هي ذكرتك يعني بصراحة من خلال البرنامج هي حجت مجدي حسين مجدي شنو قصتك يا أمل خضير؟ أكو مثل عراقي يقول لك رب أخ لم تلده أمك نعم أنا أمل خضير أختي الله يعني أعتبرها أختي يعني أختي الكبيرة أمل خضير إنسانة بمنتهى الروعة من كل كاملة الأوصاف نعم. أطيب قلب شفته يعني ست أمل إنسانة طيبة إنسانة خلوقة وفنانة كبيرة بمعنى الكلمة فأكون لها كل الاحترام وكل التقدير وسلامي إلها شو صار لك علاقتك يا أمل خضير؟ صار تقريباً 25 سنة ما شاء الله بقت أمل خضير علاقتكم؟ أمل خضير علاقة عائلية مكمو؟ علاقة كانت قبل ما أتزوج قبل ما أرتبط بزوجتي الجزائرية كانت هي يعني اختي يعني نلتقي ببيت المقام استفادت منها مثلا هي مطربه معروفه من استفاد منها طبعا هي اقدم من عندي
أنا استفاد من أي واحد، استفاد من المطرب الناشئ، اسمع من عنده شيء زين. التواضع، التواضع جميل. مرات اسمع شيء بالتلفزيون يطلع يعني اغنيه حلوه او موال من اي مطرب، حتى لو كان اصغر من عندي سنا، اصغر من عندي يعني، شلون اوصف لك اياها، ادون الشعر مالته، اسمع الاغنيه، اسجل الكلام مالته، طريقه غنائه. أوكي. اتعلم، تتعلم مو عيب يعني. أوكي. وامل هي معلمتي اعتبرها. الله، هاي اكيد تواضع وخلق من عندك استاذ مجدي. استاذ مجدي احنا راح ناخذ فاصل، اكيد الحديث شيق وياك وماذا نحس بالوقت بصراحه. ناخذ فاصل نتواصل وياك اذا من خلال برنامجنا. مشاهدينا الاعزاء اكيد متواصلين وياكم من خلال برنامجكم موعد مبدع، ضيفنا الفنان المعروف الكبير والمميز مجدي حسين، انتظرونا لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الاعزاء متواصلين وياكم من خلال الاجواء الحلوه الجميله مع الفنان المتالق المحبوب المميز مجدي حسين. استاذ مجدي ايضا خلينا نسالك سؤال، بمن تاثرت من المطربين العراقيين والعرب؟ بالمطربين العراقيين تأثرت بناظم الغزالي، بالأستاذ محمد القبنشي، تأثرت بالفنان رضا علي، تأثرت بيحيى حمدي، محمد عبد المحسن، أكثر ملحنين، أكثر ملحن هو اللي ذكرتهم ملحن، كلهم ملحنين، مطرب بس هم ملحنين. أي ملحن، يعني أنت هسه عكس ما هسه يعني الجيل اللي يجي بعده اكو بيهم يختصون بالتلحين بس ما يختص بل تلقاه هو ملحن مبدع بس من تجي على الغنى مالته. نعم. يعني مو الملحن من يغني مثل ما انت قلت، الملحن من يعزف يغني، يغني بروحيته مو مثل المطرب يغني للملحن. طبعاً. نعم. الغناء هذا ما يجي من القلب. نعم. ما يطرب. اوكي، والمطربين العرب، ملحن العرب او مطربين؟ والله بالنسبه للمطربين العرب القدماء كارم محمود، كارم محمود، محمد عبد المطلب، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، وديع الصافي، عبد الغني السيد، يعني المطربين القدماء جدا اللي أقصدهم. عندك لطفي بوشناق أيضا. حلو. أحب أسمع له على طول. نعم. أيضا أصدقائك يسألون عليك، زملائك، أصدقائك. صباح أحباب. فخري نسيانا العملاق صباح فخري طبعا صديقي. صباح صديقك فخري. صديقي صباح. شو صديقك صباح فخري؟ صديقي يعني صباح فخري خلال تواصلك بسوريا اشتركت 89 بقرطاج، تعرف على تعرفت عليه المهرجان، غنيت قدام صباح فخري. غنيت قدام. قال عن صوتك، قال لي انت صوتك جميل وموالاتك حلوه وغنائك ياثر يعني بالقلب، وانت تغني من قلبك ما تغني من فمك. نعم. حلو. بوقتها فحتى وقف لي بزواجي بسوريا من زوجتي. هذا موقف يعني صباح فخري لقيت متاعب وصعوبات يعني ساعدك من خلال المعامله مثلا. اوجه له التحيه وادعو له بالشفاء العاجل ان شاء الله. استاذ صباح فخري يعني انسان طيب بمعنى الكلمه. ايش حافظ صباح فخري؟ قدود حلبيه غنيه. مقطع صغير. ابعث لي جواب 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 ويطمني. ويلا وينو عتاب 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 لا تحرمني يا ليل يا ليل غيابك طال وبستنى قلبك ما تتهنى يا 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 ليل غيابك طال وبستنى قلبك مال تتهنى وإن كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت ما رأيتني وإن كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت ما رأيتني إن كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت ما رأيتني إن كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت ما رأيتني ابعث لي
جواب ابعث لي جواب ابعث لي جواب ابعث لي جواب ابعث لي جواب يا ابو محمد. على صوتك استاذ مجدي الغالي. استاذ مجدي اكو سؤال انا دائما يعني اسال لك، يعني حسب معلومات تحافظ اكثر من 3000 اغنيه؟ نعم 3000 اغنيه. 3000 اغنيه عراقيه، وحتى مسجلها يعني هالقد ما عندك سجل؟ يعني عندي سجل تقراهن 3000 وحده ما تشبه له. حلو، عندك سجل كل اغاني لكل المطربين العراقيين. بس انت خزين الاغنيه العراقيه. يحيى حمدي، الرضا علي، محمد عبد المحسن. كاتبه؟ كاتبه؟ كاتبن، مو هن كاتبن، كاتب اسمها. ها اسم الاغنيه. اسم مو مسجل، انا حافظها. حافظها. انا من كنت اشتغل بالنقليات، قلت لك كنت اروح للموصل اودي. احكي لنا مال قصه الموصل. مال الموصل. كنت اروح وتخلي الاغنيه على الدشبول. طبعا أنا اشتغلت يعني الحمد لله والشكر، أنا مو عجوز تعبت يعني تعبت هواية بحياتي. وانت تقود السيارة اللي ترينا؟ أنا أقود السيارة، سيارة لوري كبيرة. لوري. وتروح من الموصل من بغداد؟ أروح للموصل محمل تخومة. تخومة نعم. مال من بغداد للموصل؟ للموصل. ايه؟ الأغنية من أرد أحفظها أسجلها، يعني ما حفظ الأغنية مثلا. ايه؟ أسجلها أخليها على الدشبول. وين الساعة؟ نعم. الساعة مال اللوري تكون صح كبيرة. صح. فأخليها هيك بما أن وتسمع الأغنية على المسجل؟ يعني صور حتى مرات بالليل جملة أنساها، لازم أرد أباوحها. شو أسوي؟ أعلق ضوء البطن أباوحها. الله. وأطفي ضوء البطن، لأن متى أعلق ضوء البطن ما تشوف الشارع. وعدين يلين. فلازم أعلقها بالعجل. وتسمع قصي على شكل كاسيت؟ أروح للموصل. لا أنا بالبداية أسمعها على شكل كاسيت. كان سمير الله يرحمه، سمير الخالدي. نعم. اللي بالرصافي. نعم. إن شاء الله تعيش بقد ترابط. كنت اروح على اغنيه الاريده الح لازم يطلع لي، ما يلقى ليها لازم القاها. حلو. من اي مكان القاها لازم. المهم فادونها اخليها قدامي بما انه انا اروح للموصل وارجع انا حافظ الاغنيه كلها. حلو. يعني كل ما تروح كل سفره احفظ لي اغنيه او اغنيتين يعني. حلو جميل، فصار عندي خزين من الاغاني. اوكي، وقصه الباتشا شنو؟ الباتشا كنت اروح للموصل، اطلع منها انا مثلا بالستة. نعم. من بغداد بالسياره الكبيره بالنقل. ايه؟ احمل اطلع بالستة، ما بات ببغداد. ستة المغرب. ستة المغرب. ايه. اوصل البيجي على كيفي امشي، اوصل بلد اتعشى بلد. تاخذ استراحة. اوصل بالثنتين بثلاثة البيجي، اشرب لي شاي ما ادري شنو، اخذ لي غفوة فد ربع ساعة احرك، اوصل للموصل بالخمسة. خمسة الفجر. الفجر، كنت اجي الباب الطوب. باب الطوب. باب الطوب اكو ابو باشا. نعم. اتذكر اسمه فد اسم يعني ما يروح من بالي بس ما يحضرني حاليا. نعم اوكي. ألقي سرة طابور. طابور وقت الباشا خمسة الفجر. كل ما لازم معونة. إيه؟ وثارد بي واقف لازم سرة. وانت تعلمت بعد. أنا أجي همي أنا أروح على المياز، أكو مياز ماعين عليه وخبز صفطة. نعم. مع الخبز أخذ لي معون أثرد بالخبز والزم سرة. الباشا هذيك الباشا اللي تعجبك. نعم. شنو الشيخ اللي كيف الكيبايات شو تريد يعني شنو على بالك؟ نعم. شنو على بالك؟ تريدها شويه دهن هوايه بلدين ما حد شيء تريد يعني تستلم. الموصل جميله، الموصل جميله والله العظيم، من اذكر الموصل ابشي والله العظيم. الموصل جميله بناسها، جميله بمدينتها، جميله يعني طيبتها. ان شاء الله ترجع الموصل ان شاء الله. من اصدقائك من الموصل؟ اصدقائي بالموصل فنانين هوايه. نعم. انت طبعا حبيبي واخويا وايضا اللي الباقيين هم احبائي طبعا اكيد. عامر يونس. نعم. فخري فاضل، محمد زكي اصدقائي الفنانين، علي الشريف. استاذ مهرجان الاغنيه الوطنيه شاركت مؤخرا. نعم. شاركت مهرجان قاعه الرباط شاركت اغنيه وطنيه. اي يعني شو كان مشاركتك؟ والله كان مشاركتي مشاركه اي فنان وطني وشريف وغيور يعني. صوراني شاركت بالاحتفاليه، كان اليوم الثالث لوفاة ابني الكبير. صح. عندي ولدي توفى. ابنك توفى وشاركت. توفى ولدي وشاركت، لأنه عندي الوطن أغلى، الوطن غالي عندي بشكل يعني. نعم. يعني المال والبنون فدوة للوطن. صح. يعني ابني صور متوفي وغنيت. والعمل كان عمل مهم وعمل جميل، ودعاني الأستاذ، أوجه له التحية الأستاذ محسن فرحان والأخ الملحن علي العزاوي والأستاذ أيضا القدير علي الخصاف، هم أوجه له التحية.
وشاركت المهرجان يعني. ما كان أغنيتك؟ كانت أغنيتي سلام الله على قاعك يا وطننا. نعم. وسلام الله على طيبة كلهن. يظل الوطن مامون. اسمع مقطع منه بس. ونحرسه بهاي العيون. نعم. حجاز؟ من الحجاز. نعم. وسلام الله على طيبة كلهن. سلام الله على قاعك يا وطننا. وسلام الله على طيبة كلهن. يظل الوطن مامون ونحرس بهاي العيون. يظل الوطن مامون نحرس بهاي العيون. والخبز انتقاسم بيها كنا. سلام الله على قاعك وسلام الله على قاعك. سلام الله على قاعك. سلام الله على قاعك يا وطننا. عصوتك استاذ الله يخليك عزيز أستاذ. ايضا منو يسال عليك؟ منو يسال عليك؟ والله يسألون علي أحبابي وأصدقائي. أكو ناس تسأل أكو ناس ما تسأل. تعرف هالوقت كل من حاير بضيمة وقت حرج صار والعراقيين. بعدك تلتقي ويا أصدقائك القدماء؟ والله أصدقائي ألتقي وياهم. وين تلتقي دائما؟ أصدقائي والله مرات بقازينا الأسطورة. أسطورة. أصدقائي إبراهيم الملاكم وإسماعيل خليل هذول الرياضيين. عباس الهنداوي اللي يعتبره صديقي والأب الروحي لي لأنه عشرة عمر. ويعني حتى كناس ما يعرفون انه صديقي الحميم عبالهم خالي لانه اني اناديه خالي هو يناديني خالو. هذا من وفاك. هذا من وفائي. وفائي لي همين. من المطربين اصدقائك؟ المطربين كثيرين. مطربين يعني اصدقائك مقربين دائما تواصل اليوم. الله يرحمه كان رياض كريم. رياض كريم من المطربين. مراسيل انا اصدقائي ابو مراسيل. احمد نعمه ابو مصطفى. نعم. هذا من اصدقائي يعني. مالك محسن. حلو. بالنسبه للملحنين ابراهيم السيد. علي سرحان. علي الخصاف استاذي والفنان القدير والفنان الكبير طبعا. وكلهم ان شاء الله كلهم. شنو طموحك؟ والله طموحي أنه العراق يستقر ويرجع الأمان. البغداد الموصل الكل المحافظات العراقية إن شاء الله. ويرجع الأمان كما كان قبل. أيضا أسألك سؤال. أنت تتأثر بالإشاعات أن يقولوا مجد حسين مو مطرب مجد حسين بعد الراد؟ والله كل واحد عنده رأي خاص. أنت إذا عندك رأي أنا ما أقدر أفرضه عليك ولا أقدر أغيره. أنا قصدي تتأثر بهم من إيش عليك؟ ما أتأثر. لا ما أتأثر لأن كل إنسان وعنده فد رأي خاص بي. كل إنسان عنده رأي خاص. شنو سبب قلة أغانيك؟ السبب قلة أغاني ماكو إنتاج. ماكو لأنه أنت هسه أكيد تسجل لك أغنية يراد لك مبلغ. يراد لك تحجز استوديو. يراد لك فرقة موسيقية. يعني بس حجز الاستوديو بمليون. صح. فرقة موسيقية تكلفك مليون. منين يجيبوا بهالوقت هذا أغنية. بهالوقت هذا تسجيل بهالوقت هذا الحرج. نعم. اللي يعني الفلس ده تحصله طلع عن الروح. نعم. زين. نعم. لو اكو لو اكو تسجيل واكو منتجين واكو ناس انه تتكفل بهالامور. لا والله اغني واغني واسجل واسجل. نعم. بس ماكو. ايش تعلمت من تجارب حياتك؟ تعلمت وين تجارب؟ والله اتقي شر من احسنت اليه. نعم. هذا مثل. هذا مثل يعني شعبي اعتز به. وايضا تعلمت بحياتك مثلا من تجارب حياتك من خلال عملك؟ تجارب حياتي الحمد لله علمتني كل شيء. علمتك. تعلمت كل شيء من 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 التجارب. شو وقت تشعر بالسعاده؟ اشعر بالسعاده عندما ادخل للبيت واشوف زوجتي تضحك. الله حلو. واكيد وصلت الطموح؟ وصلت الشيء اللي ببالك؟ والله الحمد لله وصلت الطموح. وصلت المحبة الناس. هسه مجد حسين من يدخل الى شارع المتنبي شعبيتي يعني لا توصف. واوجه تحيه لكل جمهوري. لجمهوري الحبيب والناس اللي تستمع لي. انا بقاعه الشناشيل اللي كان ما حد يعرفها مجد حسين اللي هو سوى قاعه الشناشيل. واوجه التحيه تحيه للاستاذ سعيد
سعيد هزار اللي, أو اللي هو لازم المدير الصالة واللي يعني قصتك أيضا أبو رزقار أبو أحمد رزقار صديقي صاحب استديو صاحب تسجيلات كل التراث يمنا إنسان طيب وإنسان فنان ومصور يعني ويحب الخير للعالم للناس يعني هسه ايش نسمع منك راح أغنيها للي ما يسأل عليك. عليك هاي طبعا مو للي يسأل عليه للي ما يسأل عليه خلي أسوي موال صغير لأن يعجبني ما في زمانك من ترجى مودته ما في زمانك من ترجى مودته ولا من صديق إذا جار الزمان وفى يا قلبي موت من هالوقت يا قلبي موت من هالوقت واخلص يا ليل يا قلبي موت من هالوقت واخلص بسبب ما ظل وفى بهالناس واخلص حبيبي أني من يسأل علي حتى أسأل عليهم أني من يسأل علي وحتى أسأل عليهم حملوا قلبي أذي حملوا قلبي أذي والهجر شفته من يديهم أني من يسأل علي هل ما يسأل عليك مو؟ هاي بس على ما يسأل عليك يسأل عليك يسأل علي خلي على راسي والميسل هم ما خلي والله أنت عاد قلبك واسع أنا قلبنا واسع حتى نعم. الميسل نعم. أوكي تؤمن بالحظ أي والله أؤمن بالحظ تؤمن بالحظ يعني دائما تقرأ أبراج تقرأ الأبراج لا والله ما شنو قل أيضا قليل بالإعلام أنت أستاذ مجد يعني أنت صوت وخامة وغناء احنا بالعراق كل شيء علاقات. علاقات صراحه طبعا لا تزعل لا صح كل شيء علاقات او كل شيء محسوبيات كل شيء علاقات كل شيء محسوبيات او كل من هذا لك هذا الي بالجروب نعم يعني مو مثلا مجدي حسين مبدع صح الو الله يساعدك استاذ مجدي إيه نعم استاذ مجدي ممكن انت اليوم احنا نجيك عندنا لقاء انت لان عندك فلان عمل جميل ماكو من هالشيء هذا لازم انت تخابر الفنان لازم هو اللي يتصل لازم هو يكون يعني عكس باقي هسه تشوفه بمصر يعني ابسط المطربين يعني عندك اكو مطربين يعني ولا ما يجي هالقد لاي مطرب عراقي وهم نفسهم يعترفون المصريين الخليجيين كل البلدان تعترف بالفن العراقي وبالغناء العراقي وبالأصالة العراقية ليش عندهم الغناء وعندهم الفن بأعلى أبها ليش بالعراق مدفون ليش ما أعرف صح بعدين ماكو تقييم هنا أنا مع الأسف مع كل الأسف كل تقييم ماكو للفنان كل تقييم ماكو أستاذ مجد رأيك باللغنة العراقية أكو فرق بين الأمس واليوم نعم شنو أغنية أمس كانت تغنى يعني أغنية إلى نكهة نعم إلى نكهة خاصة ولها موضوع ما تغنى الأغنية اعتباطا يعني كانت موضوع كل أغنية تحكي قصة وكانوا المطربين قبل مثل هاي الفاكهة اللي أمامي يعني هذا التفاح إلى طعم البرتقال إلى طعم الموز إلى طعم الخوخ إلى طعم هسه صارت ياهو دا تسمع من المطربين هالوقت دا تسمع كلهم نفس اللون ونفس الصوت والأغاني الألحان هاي التركية اللي دخلت علينا صح. اللي دخلت علينا لفو التركية الإيرانية الهندية ماذا تعرف نعم. شنو يعني أغنية غيرك تمنيت لك من المطربين القدماء تمنيت أنت تغنيه تمنيت أغني أحرق بروحي حرق الله رضا الخيار رضا الخيار الحان جعفر الخفاص أستاذ مجد بيش تفكر الآن والله أفكر هسه أفكر بهالناس الطيبة أفكر بيك أنت الطيب الإنسان الخلوق وأفكر بالكادر الإخوان المصورين اللي معانا وأفكر إن شاء الله
ما عندي تفكير غير راحة العراق واستقراره. ماكو ما عندنا غير تفكير يا اخي. ان شاء الله ترجع العراق وترجع المحافظات العزيزه وترجع ان شاء الله, الالفه والتعاون المحبه صافي ان شاء الله. ان شاء الله استاذ مجدي احنا نشكرك جزيل شكر لحضورك. الله يخليك. يوم وبعد ما اتصلنا بيك واكيد عندك مواعيد ومشاوير بس عفته لعيون اهل الموصل وقناه الموصليه. الله يخليك. والله اوجه تحيه لشعب الموصل البطل, شعب الموصل اللي هسه صامد في بالموصل, وان شاء الله راح تتحرر الموصل ان شاء الله ويعودون لاهلهم ان شاء الله. كما كانت الموصل جميله وسعيده, كانت تضحك الموصل 24 ساعه, ما شفتها في يوم باكيه او مدلغمه, الموصل تضحك 24 ساعه كانت, وان شاء الله تبقى تضحك بهاليها وبجهود حشدنا الشعبي وبجهود جيشنا الباسل ان شاء الله. شكرا لك استاذ مجدي حسين على اليوم حضورك, واحنا باسم كانت قناه الموصليه اهل الموصل نشكرك مره ثانيه. اشكرك حبيب قلبي الله يخليك يا طيب. مشاهدينا الاعزاء وصلنا لحلقتنا برنامجكم برنامج موعد الابداع, كان ضيفنا الفنان المحبوب والمتالق مجدي حسين اللي سمعنا صوته الجميل وغنى كل الالوان العراقيه. كان وياكم في الاعداد تقديم انا جاسم حيدر, اقول لكم الى اللقاء, مع السلامه.